ما ظلش غير كم من يوم ولا الانتخابات جاية، المقرات انفتحت، الصواوين بتلالي، المقرفورات بتخلع خلع ما شاء الله، وما شفناش واحد قدم لنا خطة عمل شو بده يسوي. أني عشو بدي انتخبك ها؟ عبياض أسنانك ولا عشواربك زي الاف 16 ولا عصبغة الشعر اللي ريحتها لهون وسودة سودة زي كحل الليل؟ يعني شو فيك اقنعني، شو قدمت لي حتى أقول هالمرشح عنده إشي بلا قافي يقدمه للناس؟ إشي طاعج حاله هيت، إشي طاعج حاله هيت. خالي هاي مكاسرة ولا انتخابات نيابية؟ مفكر لي حالك جميل عازر تبع الجزيرة؟ لا، واللي متصور وراه مكتبة وهو آخر كتاب فتحه كتاب العلوم بالصف السادس باه. وانت خيي شو قدمتي لبرنامج الانتخابي؟ عدسات لاصقة؟ قال لا والله هذول عيوني طبيعيات هيك من الله، أول مرة بشوف عيون طبيعيات ومكتوب عليها الميد إن تشاينا، ما هي ناس تشيل الطبعة من العجلة طايرة بدها تصير كوتا. كل هالسوالف بتقنعنيش، أنا بفهم أن الديمقراطيات المهمة بالعالم في مرشح أو قائمة أو حزب بيقدم برنامج انتخابي على أساسه يا بنتخبه يا بقول له يفتح الله. وين البرنامج؟ ورجيني برنامج بورجيك صوتي عدم المؤاخذة. ورجي بورجيك. كيف العاد؟ أين هو؟ أين هو؟ البرنامج الانتخابي. فين البرنامج الانتخابي؟ بحثت عنه، بحثت عنه في الجرايد المنشورة، ملقتش حاجة ومفيش برنامج. كمان أول مرة بشوف قائمة نازلين مع بعض قاعدين بيضاربوا على بعض، الشاطر بده يغطي على صورة الثاني والشاطر بده يتصدر ويطفص الثاني، وكل واحد بيفتح مقر انتخابي لحال وكل واحد بيطبع لحال. والله ذكرتوني بالمشاركة برحلات زمان، كل واحد بيجيب أكلاته من الدار بس بيفردهن قدامه وهذاك بيقابله، كل واحد بأكل تبعاته. يعني وين المشاركة غير مشاركة الوجوه؟ أي تضرب هيك قوائم ما فيها انسجام بشلن، يعني واحدهم لولا العيب بكتب هيتش هيتش لأمه اللي بده ينتخب غيري بالقائمة. إشي بيبكي قدام الناخبين مشان الناس تعطف عليه، إشي ببح صوته، إشي بخنخن، إشي بصير يفرق صدره مشان يخوفهم إنه انجلط، إشي بوزع صوره مع الفول، إشي مع البرازق، وبطلع لي محمد المومني بيقول سوف تكون انتخابات تاريخية. أي قد ما هي تاريخية حاس حالي رجعت 1000 سنة لورا، يعني راح نرجع للرمح والوزرة ونصيد أرانب بدبين من وراء انتخاباتك التاريخية أبو مومني. أنا هيك بفهمش، وين البرنامج عشان أحاسبك عليه؟ هيلمي ما بدها، ترى طاحونة العقر شالعها وراميها وأنا أول ثانوي علمي. ها طب انتخب إزاي انتخب من غير ما أشوفه بين البرنامج الانتخابي؟ عايز أدي صوتي وما فيش برنامج. ولا الشعارات، واحد بده يحرر فلسطين، أي زلمة حرر بيتك من رهن البنك أول شي وكثر خير أبوك. قالوا واحد بده يفتح الأندلس وهو برج وبعرف يفتح علبة ساردين تا يفتح الأندلس، وواحد بيقول سوف نلغي معاهدة وادي عربة. شو بدك تلغي يا أخوي؟ معاهدة شو؟ أي والله بلغوك وبلغوا الوادي وبلغوا العربة ولا بقربوا على المعاهدة، والناس بعدها بتحضر وبتصفق وبتمعط خشنة وبتروح. رح نظلنا نطلع نفس الصفات ونفس الأسامي ونفس الوجوه، ما زال ماكينة راس المال والعشيرة هي اللي بتطلع. يعني واحد كفؤ وما معه مصاري ما بينجح، واحد كفؤ ومش ابن عشيرة ما بينجح. ولهيك رح نظن الخض المي هي مي، مجالس ضعيفة، حكومات فاسدة، وطن ضايع، ورؤساء وزراء قاعدين بيبنوا قصورهم على تلال عالية عشان يراقبوا غروب البلد. تعبت وراح صوتي، فاصل غنائي وراجعين. بغني الأخ، قاعد بغني، بغني كل شيء على ما يرام. يا أخي مدام هوايتك الغناني والرقص والدبكة، ما تترك الأمان للناس اللي بدها تشتغل. يا أخي شوف لك فرقة فنية تظلك تدبك فيها للصبح وتحل عن سمانة. ما زال هوايتك الفنون، روح على الأوبرا، شارك بمهرجان قرطاج، أقول لك صير رئيس نقابة الشبابية، بس اترك الأمان لأصحاب الأمانة. بكرة بتيجي شتوي التشرين وبتغرق عمان وبتصير تقول على 60 دقيقة النقطة أكبر من شبك المنهل والحجم المفلطح تبع حبة البرد لا يتناسب مع شوارع عمان. يا زلمة روح حل الأزمة بدل ما أنت قاعد بتغني كل شيء على ما يرام. لا يا سيدي،
مش كل شيء على ما يرام. شوف الأزمة اللي بعمان، شوف أزمة المواقف، شوف أصحابي المحلات اللي قطعتوا رزقهم. يا زلم والله والله مع قزازة سفنة بهالطول يا دوب أهضم هاللقطة تبعتك. قال I have wonderful feeling. يا زلم I don't have underwear بالمرة، عجبك؟ بدفع لك أحلى 50 بسرق منك ملايين، بدفع لك أحلى 50 بسرق منك ملايين. بحسن وضعي تحسين بفيلا وشركة وزارة، بدنا نحرر فلسطين ونوظف هالخريجين، بدنا نحرر فلسطين ونوظف هالخريجين، نرمي كل الفاسدين بشلالاتك نيجارة.